شوف، يعني نتكلم على اشخاص اللي ممكن الوداد الحمد لله دائما فيها رجالات كبار قادرين انها يعني تسير الوداد، ولكن انا في رايي ديالي بان احنا محتاجين شكون يقدر ياخذ الوداد في نقله نوعيه. ماشي انا عكس الممكن اللي تيتكلم على العوده للالقاب، الوداد غتعود للالقاب وغادي، لان هذه من ليزوبجيكتيف ديالها ومن يعني من لاديان ديال الوداد، واي رئيس كيف ما كان غياخذ القاب مع الوداد، ولكن شكون الرئيس اللي يقدر ياخذ الوداد في نقله نوعيه؟ لان حنا تنتكلموا على نادي تنعتبروا حنا كلشي تيتكلم انه من احسن النوادي على الصعيد الافريقي، خصنا نكونوا احسن نادي على الصعيد الافريقي على جميع المجالات، لا في مجالات ديال في هيكله في جميع الاتجاهات اللي يقدر تحط الوداد في مصافي الانديه العالميه. كلشي تيحلم وكلشي تيتكلم على الجمهور الودادي العربي. انا بالنسبه انا تنشوف ان اي شخص غيجي الوداد غيدي القاب، ولكن كيف قلت لك شكون يقدر ياخذ الفريق في واحد النقله نوعيه وهيكله في اتجاه هيكله اللي تكون مدروسه ماشي ماكيت على الورق وتواريخ مضبوطه ومعروفه، تنظن ان هذا هو الشخص اللي ممكن اي واحد غيدعمه. لان كي قلت لك الالقاب الوداد غدي القاب مع اي رئيس كيف ما كان، والوداد ولادة عندها تعطي لاعبين في المستوى الكبير وتيجيو عندها لاعبين وتيبرزو تيوصلوا المشيل تيوصلوا للعالميه. حنا الوداد تنش انا كرأيي بان شكون يقدر ياخذ الوداد في واحد نقله نوعيه باش نتحطوا في مصافي الانديه العالميه والانديه الكبيره على الصعيد الافريقي، لان حنا تنعتبروا من في هذا الخانه. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.